مقتل زوج فنانة مغربية يجر وراءه المزيد من الجرائم والفضائح وحقيقة خناقة كبيرة بين مسافرين وموظفين طيران في العراق. وميسي يسبب أزمة سياسية مع الصين والآن يحاول تصليح الأمور. أهلا بكم. ريم فكري مغنية مغربية شهيرة بيتابعها الملايين على المنصات وحاليا بتعيش أسوأ الكوابيس، مو بس لأنه زوجها مات، ومو بس لأنه انقتل، ومو بس لأنه الجريمة تفاصيلها من عالم المافيات، لكن كمان لأنه أهل زوجها بيتهموها هي بقتله. ريم فكري تزوجت في أغسطس الماضي ونشرت صور وفيديوهات لنفسها من الفرح، لكن ما بينت العريس وقالت أنها حابة تحافظ على خصوصيته، ونزلت كمان أغنية أهدتها لزوجها وغنتها في الفرح، والكليب كان من الفرح نفسه. ومن 3 أيام نشرت ريم بوست على إنستغرام بتعلن في وفاة زوجها، وبتطلب من الناس أنها تدعي له وتترحم عليه وتحترم خصوصيتها في هذا الوقت الصعب. وعلى فكرة حساب المغنية انمسح منه بعدها كل الصور والفيديوهات إلا هذا البوست. زوج ريم كان من 8 شهر أعلن أنه انخطف، وانتشر فيديو من كاميرا مراقبة قيل أنه للحظة خطف زوجها من أمام المنزل. بعدها أكدت مصادر أمنية مقتل الزوج، والتفاصيل صراحة بتشيب شعر الرأس. تم الكشف أنه تم العثور عليه في مجرى نهري في الرباط، مع أنه انخطف في كازابلانكا، وقيل أنه جثته ممثل فيها، وأنه واضح أنه قبلها كان محتجز أيام وتم تعذيبه. وحددوا كمان المكان اللي كان محتجز فيه، وأنه الجريمة لها علاقة بخلافات سابقة ومتورط فيها مجرمين وعصابات على مستوى مافيات. وأعلنت السلطات كمان القبض على مشتبه فيه بالقتل، فرنسي من أصول مغربية، والقبض كمان على 5 متورطين معه. والمتداول في الإعلام المغربي أنه اللي انمسك هذا مجرم مشهور ملقب بالتوربو، وهو واحد من أشهر وأخطر بارونات المخدرات في فرنسا، وأنه محكوم عليه غيابيا هناك ب 21 سنة سجن لارتكابه جريمة شبيهة، لكن الفرق عاد كان في طريقة التخلص من الجثة وقتها. في 2020 انمسك في مطار الملك محمد الخامس الدولي من تحت شخصية شخص ثاني، وانحبس وتحاكم بتهمة قتل نفس الشخص، لكن بعد 3 سنوات أسقطت التهم لعدم وجود أدلة كافية لإدانته. وكأنه كل هذه الدراما مو كفاية، فبعد الإعلان عن وفاة زوج المغنية طلعت أسرته واتهمتها بالتورط في قتله، وقالوا أنه ابنهم من يوم ما تزوجها في مشاكل في حياته، وقالوا أنه علاقتهم فيها كأسرة كانت سيئة، واتهموها بخيانته وبأنها عاملة له سحر من أول يوم زواج. وقالوا كمان أنها من لما اختفى راحت البيت وسرقت أموال وممتلكات كمان. أنا كنت أهم كل شيء، لأن من اللي تزوج بها هو عنده المشاكل، من نهار تزوج بها هو تزوج بها نهار 26 شهر أوت 2023 وهو عنده المشاكل حتى لحد الساعة.
واش كتشوف هي عندها شي دخل في هذه القضيه؟ امها اللي جات دخلوا للدار ونقزوا، ما عندهمش الحق ينقزوا، كانوا يعيطوا، كل نيتهم مزيانه، كانوا يعيطوا للشرطه. لقينا السحور في المعطف ديال الكوستيم ديالو ديال العرس، ومن هذيك الوقت الدري هو الصحه ديالو تدهورت، ولا كيسها ولا كيطيح، ولينا متبعينه بواحد الرقيه الشرعيه، وامو مسكينه بقات معاه حنا شهرين. بخي بما كتخونو حوايجو اللي كيلبس ما كاينينش، مشاو له الكوفر راهو خاوي خاوي. بعد الحرجه الامن داروا الخدمه ديالهم، الشرطه العلميه والتقنيه جات العلمه، كان وهزات البصمات وهزات اي حاجه ممكن انها تفيد في هذه الجريمه الغامضه، لا مكانات ولا اي حاجه عنده روايحو، حتى ميم بارفان ما لقيتش. تافي جتافي مونطخي البارفان، خلاو غير لي بوشات خاوي بارفان دو مارك وداكشي راك شفتيهم. الكوفر باسكو يميد صدد دو نيسونس سي فاسيل. ريم ما صدر عنا اي رد على الكلام هذا، لكن محاميها طلع استهجن واستنكر كلام اهل القتيل، وقال كيف بيقولوا كده وابنهم حتى لسه ما اندفن، واكد انه ريم بتحتفظ بحقها القانوني في الرد على التشهير والاتهامات هذه. احنا معانا من باريس الصحفية المغربية حنان عبد الله، اهلا فيك معانا حنان. يعني صراحة جريمة قتل انفتحت من بعدها كمية جدل وفضايح واخذ وقيل، وقال هل نعرف تفاصيل يعني مؤكدة عن هذه القصة حتى الان؟ مرحبا سارة، أريد أن أقول بداية بأن القضاء المغربي صارم جدا فيما يخص التشهير بالأشخاص وتعريض حياتهم الخاصة للخطر، ولذلك كما ذكرت قبل لحظات بخصوص المحامي فقد ظهر بتصريح يؤكد فيه بأن ريم فكري ستتابع العائلة التي لم تتوانى يعني في أي لحظة من اللحظات منذ العثور ومعرفة السلطات المغربية بهذه الجريمة في يعني توجيه الاتهامات مباشرة لها، والقول بأنها ربما على علاقة بما يحدث. ما يعرفه الجميع هو أن هذا النوع من الجرائم عندما يدخل في إطار يعني علاقات بشخصيات كتوربو، هذا الشخص المعروف بالمتاجرة في المخدرات بالضبط القنب الهندي بين المغرب وفرنسا، فهذا معناه بأن هناك تصفية حسابات. هذه الحسابات لم تظهر حتى الآن من طرف الفرق الوطنية الأمنية المكلفة بهذا الملف في المغرب أي تفاصيل، بمعنى أن هناك سيطرة تامة على هذا الموضوع. وما يعرفه الكل بأن رضا الضحية في هذا الإطار، وأيضا رضا الذي قام بهذه الجريمة رفقة مجموعة من الأشخاص الملقب بالتوربو، هناك علاقة وطيدة بين الشخصين. هناك معلومات تقول بأنهما يتحدثان، بأن هناك اتصالات بينهما، هناك تهديدات وما إلى ذلك. هناك أيضا معلومات تقول بأن يعني الضحية في هذا الإطار ليس بالشخص العادي الذي فقط تعرض لاختطاف وتعذيب وتقطيع جثته إلى أطراف، يعني جزء منها لم يتم العثور عليه حتى اللحظة، لأن الفرق التي تغوص في الوادي القريب أو وادي ما زالت تبحث عن باقي أطراف الجثة، بمعنى أنه الموضوع يتطلب الكثير من الحرص في الحديث عليه بحكم أنه المعلومات قليلة جدا. إيه طيب، يعني هذا الكلام أنت بيخلينا نقول أنه في كثير علامات استفهام إذن على الزوج المقتول. علامات الاستفهام التي تطرح اليوم هي الموارد المالية التي أتى بها الضحية إلى المغرب، التناقضات الكثيرة التي ذكرت على لسان عائلته. في البداية قالوا بأنه قدموا له مالا، وقالوا بأنه متزوج، ليتضح في النهاية بأنه غير متزوج، ليتضح بأنه هناك علاقة بين تجارة كان يقوم بها في السابق، وكذلك دخوله إلى المغرب وتقديمه للعديد من الهدايا الباهظة الثمن، خصوصا وأن العائلة تقول بأن الضحية لا يملك شيئا، وبأن أمه هي التي قدمت له المال حتى يفتح المشروع. يتضح بعد ذلك بأن الساعات ثمينة جدا، الهدايا التي قدمت في حفل زفاف ريم فكري كانت باهظة جدا، الزفاف كلف الكثير، وبالتالي لا نتحدث عن شخص موظف عادي أو تاجر بسيط، نحن نتحدث عن شخص يملك الكثير من المال. ودخول توربو على الخط يؤكد بين قوسين علاقة ما بين الاثنين.
إيه طيب، وفي وسط هذا كله ريم فكري، يعني وسط الاتهامات، يعني أنت بتقولي إنه مدام الموضوع فيه تربو، فالموضوع فيه تصفية حسابات، والموضوع كده جدا كبير، لكن في نفس الوقت يعني أهله بيتهموها بأشنع الاتهامات، يعني سحر، خيانة وغيرها من هذه الأمور. إيش وضعها هي الآن في هذه القصة؟ وضع ريم حسب بعض الأقرباء منها فهي تلتزم الصمت التام فقط، كما قلت المحامي خرج بتصريح بأنها لن تتوانى في رفع قضية ضد التشهير بها وكل الاتهامات التي وجهت لها. لا يجب أن ننسى بأن المتهم الرئيسي في هذا الإطار تمت إدانته في فرنسا عام 2007، بعد ذلك تمت تبرئته من نفس الجريمة لعدم استيفاء الأدلة في هذا الإطار عام 2020. اليوم سيمثل أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عام يعني في 20 من هذا من مارس المقبل، وبالتالي أظن بأن ريم ليست أو هي في بالأحرى في موقف لا تحسد عليه، بداية لأنها في بداية مشوارها. الكل يعلم بأن ريم فكري تعرف عليها الجمهور المغربي والعربي من خلال أغنية بابا والدي التي حققت الملايين المشاهدات، بعد ذلك تعرفنا عليها من خلال الشاشة الصغيرة. أي شخصية أو أي شخص في مكان ريم، أي امرأة في مكان ريم لا تحسد على الموقف الذي تتواجد فيه، ولكن من الطبيعي جدا أن تكون في حالة ربما سيئة جدا، لا أدري، هذا فقط رأيي الشخصي. الجريمة ليست جريمة عادية، هي خطف وتعذيب وقتل، ويعني تقطيع شخص إلى أطراف، توزيعه في أكياس بلاستيكية وما إلى ذلك. هذه يعني جريمة كبيرة جدا، القضاء أو هذا دفع القضاء إلى إدخال شخص متهم في قضايا عديدة، في الخطف، في التعذيب، في القتل وما إلى ذلك، بمعنى أن الأمر ربما ستكون هناك مفاجآت كثيرة جدا إن كان على مستوى ريم فكري، لأنها كانت تعيش بالأحرى بعيدة عن زوجها، بمعنى أنهما كانا متزوجان، ولكنها كانت رافضة أن تعيش معه في نفس البيت. هل هذا يعني بأنه ريم كانت على علم ببعض الأمور؟ هل أنها كانت خائفة؟ هل كانت تعي التهديدات التي كانت توجه لزوجها وبالتالي كانت خائفة من الموت؟ الله أعلم. المهم أننا يعني علامات استفهام كثيرة تحوم حول ريم فكري في هذا الإطار، فقط في إطار الخوف، بمعنى تزوجت ربما بذلك الشخص لم تكن تعرف عنه شيء، بعد دخولها في حياته يتضح أنها اكتشفت أشياء كثيرة، والذي اكتشفته دفعها إلى عدم القبول مثلا بالسكن في بيت واحد معه، لأننا شاهدنا في بعض التصريحات لعائلته وأصدقائه بأنه لم يكن يريد أن ينام وحيدا مثلا ليلا، وكان يطلب دائما من صديقه أن يرافقه ليلا. هذه الأمور تدفع للشك سارة. نعم، يعني حتى الآن أمام ريم فكري الكثير، يعني حتى لو لم يتم مثلا استدعائها في هذه القضية أو كذا، ولكن عندها الكثير من الأمور اللي هي يعني مضطرة لتوضيحها للرأي العام والرد على الأسئلة اللي حضرتك طرحتيها الآن. نحن بنشكرك على هذه المعلومات، كانت معنا من باريس الصحفية المغربية حنان عبد الله، شكرا لك. نبقى مشاهدين في المغرب، بس خبر آخر يعني غريب ومحزن الحقيقة. ففي فيديو متداول لسيارة بتشتعل، والأخبار بتقول إنه صاحبها ولع في نفسه هو بداخلها في مدينة سلا. بحسب وسائل إعلام مغربية، فالشرطة كانت أوقفت الرجل وأعطته مخالفة مرورية، واحتجاجا على المخالفة اللي اعتبرها ظلم بحقه قام وأشعل النيران في سيارته وهو بداخلها. للآن ما في معلومات رسمية تؤكد الحادث، لكن المتداول أن الرجل نقل للمستشفى بإصابات بليغة. أهلا من جديد. إردم مورالي أغلو مصمم أزياء بريطاني كان له عرض في أسبوع لندن للموضة من أيام، عرض فيها مجموعته لخريف وشتاء هذه السنة. المجموعة مستوحاة من مغنية الأوبرا اليونانية الشهيرة ماريا كلاس، معروفة بصوتها المميز، واشتهرت في الخمسينات والستينات وتوفيت في السبعينات. والعرض أنعمل في المتحف البريطاني أمام
رخاميات البارثنون اليوناني الشهيرة، من باب أنه يعني الست يونانية فقاموا عملوا العرض قدام آثار يونانية. لكن اللي صار واللي يمكن ما كان على بالهم يعني هو حجم الغضب اللي رح يعملوا العرض واللي وصل لأعلى المستويات في اليونان. فالحكومة اليونانية عبرت عن غضبها على لسان وزيرة الثقافة اللي نشرت بيان قالت فيه إنه بتنظيم عرض أزياء في الصالة اللي تعرض فيها رخاميات البارثنون فبيثبت المتحف البريطاني مرة جديدة إنه لا يكن أي احترام لتحف النحات فيديس، وإنه مسؤولي المتحف ما بيهينوا وبيقللوا من قيمة المعلم الأثري فحسب، بل كذلك ما يحمله من قيم عالمية. وقالت إنه ظروف عرض المنحوتات بتتدهور يوم من بعد يوم، وحان الوقت لهذه التحفة اللي سرقت وتعامل معاملة سيئة أن يشع نورها في بلادها. طيب خليني أحكي لكم بس كده قصة الرخاميات هذه عشان تفهموا القصة أكثر. الرخاميات هذه أحد أبرز معروضات المتحف البريطاني، وصنعها المعماري والنحات فيديس اللي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، وكانت جزء من معبد البارثنون في الأكروبوليس في أثينا، وعلشان كده بيسميها اليونانيين رخاميات بارثنون، أما الإنجليز فبيسموها رخاميات إلجن. هذا اسم لورد ودبلوماسي بريطاني قالوا أنه هو حصل على الرخاميات بصورة قانونية في 1802 وباعها للحكومة البريطانية وانعرضت في المتحف. اليونان بتكذب هذه الرواية وبتقول أن الرخاميات انتهبت أو تم نهبها خلال الحكم العثماني، وبالطالب اليونان منذ عقود باستعادة الرخاميات اللي نصها لسه موجود في اليونان. اليونان سجلت اعتراضها وغضبها، لكن من الجانب البريطاني ما في رد. وبالمناسبة نفس الوزيرة هذه من شهر بس كانت عارضة على بريطانيا انه رجعوا لنا الرخاميات هذه ونعمل اتفاق معاكم، نبعث لكم كل شوية مجموعة اثار تحطوها في المتحف مكانها ونقعد نبدل ناخذ ونعطيكم. يعني هذه البلبلة مو الوحيدة اللي عايشة المتحف البريطاني حاليا، ففي حملات في تشيلي كمان بتهاجم المتحف وبتطالب باستعادة تمثالين قالوا انه نهبوا من بلادهم من 150 سنة من قبل البريطانيين وبرضو معروضين في المتحف. التشيليين مغرقين حسابات المتحف بجملة أعيد التمثال من بعد ما دعاهم مشهور عنده ملايين المتابعين إنه يعملوا كده. عموما موضوع الآثار اللي في بريطانيا تحديدا ودول استعمارية ثانية هذا مو ملف جديد، دايما ما بتطالب المستعمرات السابقة لهذه الدول باستعادة آثارها، وبتقول إنه من لما نخلص الاستعمار كان لازم ترجع الآثار يعني بريطانيا، وبيتهموها هي وفرنسا وغيرها أنه بتستفيد وبتعمل ملايين من سياحة لمتاحف مليانة آثار مو آثارهم أصلاً، ودولها الأصلية مو مستفيدة منها. بالمقابل في ناس ثانية شايفة أنه هذه الآثار لو فضلت في بلادها كانت أهملت، وأنه بريطانيا وفرنسا وغيرها حافظت عليها وعلى إرثها العالمي. ينضم إلينا من القاهرة عالم الآثار ومدير متحف الآثار في مكتبة الإسكندرية دكتور حسين عبد البصير. أهلا فيك معنا دكتور حسين. طبعا يعني حتى مصر عندها الكثير من الآثار المعروضة يعني في المتحف يعني البريطاني وغيره من المتاحف حتى حول العالم، بس خليني أول أسألك عن تحديدا فكرة عرض الأزياء أنه تم هناك. هل تعتقد أنه فعلا هذا شيء مهين؟ اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين والسيدات المشاهدات. طبعا ده يعتبر يعني انتقاص من قيمه الاثر واهانه كبيره ان يتم عرض الازياء في وجود هذه الاثار او هذه الاثار. لازم نتعامل مع الاثار باحترام وقدسيه كبيره لان هذه الاثار جاءت من بيئه ثقافيه مختلفه تماما ولم تكن يعني توجد في أماكنها الأصلية لكي توجد في أماكنها الأصلية لكي يتم العبث بها في هذه الطريقة والإساءة إليها بهذه الطريقة، فيجب أن نحترم الآثار ونتعامل معها بما يليق بها، خصوصا هذه الحضارات والآثار القديمة القادمة من حضارات عظيمة زي حضارات اليونان وحضارات العراق القديم ومصر القديمة وسوريا واليمن
كل هذه البلدان سرقت منها آثار عديدة وتعرض في المتحف البريطاني في لندن. وهذه الآثار خرجت سواء خرجت بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، عليها أن تعود إلى بلدانها الأصلية كي ينعم أهل هذه البلدان برؤية بس هذه الآثار. خليني بس أناقشك بس في هذا الموضوع دكتور حسين، يعني في بعض الناس بيقولوا أنه العرض سلط الضوء على الآثار، أعاد الحديث عنها، خلى الناس تتفرج عليها، أنه كان أمر إيجابي. لا، هو مش أمر إيجابي ولا حاجة، بالعكس هو أمر مسيء لهذه الآثار. وطبعا هذه الآثار لو عرضت في بلادها تلقى نفس الرواج ونفس الشهرة ونفس السياحة، وتعود أيضا عوائد استثمارية اقتصادية كبرى على هذه البلدان التي خرجت منها هذه الآثار بطريقة غير شرعية في فترات النهب المتواصل التي مارسها الغرب ضد آثار بلادنا، سواء في اليونان أو في الشرق في مصر أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن. علينا أن تعود هذه الآثار إلى بلدانها. وعندنا في مصر مثلا بنبني المتحف المصري الكبير. أيوة، بس كيف بترد على الكلام اللي بيقولوه كثير ناس، حتى صراحة من أهالي البلاد اللي مأخوذة منها هذه الآثار، عشان نكون صريحين، يعني كمان بيقولوا أنه لا، صراحة هم أحسن أخذوها، حافظوا عليها وحموها، إحنا لو كانت عندنا كانت حتكون في يعني حالة مزرية، يمكن ما كنا حافظنا عليها وا وا وا. طبعا هذا الكلام مردود عليه، لاننا مثلا لو خدنا مصر على سبيل المثال، نحن بنبني متاحف عالميه على اعلى مستوى، وقريبا فتحنا متحف الحضاره اللي موجود في الفسطاط اللي كانت نقلت اليه المومياوات المصريه، وشرف الحفل رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكذلك بنبني المتحف المصري الكبير، ونتمنى ان تعود اثار مصر مثلا زي حجر رشيد الموجود في المتحف البريطاني في لندن، وكذلك راس نفرتيتي اللي موجوده في متحف برلين، لان هذه الاثار خرجت من مصر بطريقه غير شرعيه، ونحن نتعامل مع الاثار في مصر بطريقة احترافية وعلى أعلى مستوى، بدليل بناء هذه المتاحف التي لا تقل عظمة بل بالعكس تتفوق عن هذه المتاحف، سواء المتحف البريطاني في لندن أو متحف اللوفر في باريس أو المتحف المتروبوليتان في نيويورك، المتحف المصري الكبير أكبر مشروع ثقافي وحضاري وأثري في العالم في القرن 21، وسوف تأتي إليه سياحة تقدر بحوالي 8 مليون زائر، فعلينا أن نعرض أثرنا داخل متاحفنا بالطريقة التي نرتضيها وليس بما يدعيه الغرب أو البعض. طيب دكتور حسن، بس احكي لي ايش بيصير هو عادة، يعني خلاص الآثار اللي مأخوذة معروفة، سواء أخذت بطريقة شرعية أو غير شرعية، أنتوا ايش بتسووا؟ يعني هل بتطالبوا بشكل مستمر بهذه الأشياء؟ هل بيردوا عليكم؟ هل ما بيردوا عليكم؟ ايش العملية اللي بتصير؟ يعني إلى الآن ما يتم هي دعوات موجهة من يعني نقدر نقول من بعض الأفراد ومنظمات المجتمع المدني، لكن إلى الآن لم تخرج أي مطالبة رسمية. كان عندنا واحدة زمان قبل ثورة 11، وكنا بنطالب بعودة رأس نفرتيتي من متحف برلين، لكن قامت ثورة 11 فتوقفت كل الأمور. لكن حاليا هناك مطالبات يعني رسمية، عندنا دكتور زي حواس عامل دعوة لعودة حجر رشيد إلى مصر، وفي عدد كبير جدا من المصريين عملوا بيتيشن، يعني عملوا يعني هذه المطالبة وهذا الاستدعاء لهذه الآثار. وأتمنى إن شاء الله تعالى تكون في مطالبات وتصل يعني إلى الحكومة البريطانية وتعيد حجر رشيد إلى مصر، وكذلك برلين تعيد رأس دكتور حسين إلى مصر. هو مو المفروض أنه يعني مثلا مسؤول بارز، سواء مثلا مسؤول في السياحة أو في الآثار أو في الثقافة، أو حتى يعني بنتكلم على مستوى رئاسة الدولة أو رئاسة الوزراء، يكونوا مثلا بيعقدوا محادثات مع الجانب الآخر ومن ضمنها يذكروا استرداد هذه الآثار؟ نتمنى طبعا أن يتم يعني الوصول بشكل رسمي من خلال مكاتبات ومخاطبات، سواء على مستوى الحكومة أو رئاسة الدولة، لهذه الدول التي تحوز الآثار، سواء الآثار المصرية أو الآثار العراقية أو الآثار اليمنية أو أي آثار سرقت من العالم العربي أو اليونان، لأن ده مهم جدا أن تخرج الدعوة بشكل رسمي سوف يتم الإجابة عليها من قبل الحكومات التي يعني توجد هذه الآثار في بلادها والتي خرجت من بلدانها الأصلية بشكل غير شرعي. نحن بنشكرك على هذه المداخلة، كان معنا من القاهرة عالم الآثار ومدير متحف الآثار في مكتبة الإسكندرية دكتور حسين عبد البصير، شكرا لك. أهلا من جديد.
برج إيفل يعني معلم معروف ومن أكثر المعالم اللي بيزورها السياح في العالم، وبيسافروا لها طبعا مخصوص عشان يشوفوها. يعني نحن بنتكلم عن 7 ملايين زائر بيزوروا البرج سنويا، لكن من أمس وبرج إيفل مخيب أمل كل زواره المصدومين بهذه الرسالة للزوار على مدخله: مغلق بسبب إضراب، نعتذر منكم. الموظفين العاملين في المعلم التاريخي غاضبين من طريقة الإدارة المالية للمعلم، وعلشان كده أضربوا عن الشغل. بيقولوا يعني أنه باريس داخل على دورة الألعاب الأولمبية، وناويين يستخدموا معادن من البرج في صناعة ميداليات الفايزين. ومع كل هذا، لكن الإدارة بتبخس في تقديراتها لتكلفة صيانة وإصلاح البرج. عموما السياح كده كانت خيبة أملهم. من أمام برج إيفل ينضم إلينا زميلنا مراسل العربية ليث بزاري. أهلا فيك معنا يا ليث. أوصف لي المشهد، يعني واحد من أشهر المعالم ومغلق يعني بهذا الشكل. أهلا سارة. قبل المشهد الخلفي، مشهدنا البرد وريح بعدنا بشهر الشتاء أو بفصل الشتاء في باريس. طب هذا يعني حلو يا ليث. طالبة الاتحاد العم حلو بس إيدانا صاروا حمر يا سارة. طالب الاتحاد العمالي العام والقوة العمالية من مجلس بلدية باريس، طبعا هي المساهم الأكبر في الشركة المشغلة لهذا البرج، برج إيفل الخلفي، خلينا نأخذ الصورة ونكمل، أن يكون منصفا فيما يتعلق بمتطلباتهم المالية من أجل ضمان استمرارية المعلم والشركة التي تديره. يعني هي مشكلة من في النموذج أو من النموذج الاقتصادي لإدارة البرج، التقليل من المبالغ المخصصة للإصلاحات والإفراط في تقييم الإيرادات. ورأت نقابات العمال أن هذا النموذج أصبح غير ممكن بعد فترة كوفيد التي قلصت، كلنا بنعرف أن قلصت كثير من الأعمال وخصوصا إيرادات في هذا الموضوع، إيرادات التذاكر بمقدار 120 مليون يورو. ودعت النقابتان إدارة البرج إلى معاينة حالة المعلم، على الرغم من أن أعمال الترميم الجارية مع وجود العديد من نقاط الصدأ البادية للعيان ومظاهر تدهور المعلم المثيرة للقلق، في حين أن تكاليف حملة الطلاء الأخيرة ارتفعت بشكل حاد مع إنفاق 100 مليون يورو لتنفيذ حملة طلاء جزئية غطت فقط 3% من البرج. معلش احنا لسه موقفينك في البرد شويه، فتحملنا شويه، بس بدي اقول لك حاجه يا ليث. اول شيء بدي اسالك، هذه اول مره ينقفل البرج بسبب اضراب من هذا النوع، ويعني هذا لوي دماء يعني ذراع جامد يعتبر للمدينه؟ ابدا سارة. اول شيء نتحمل البرد مشان نحكي شيء مهم عن برج ايفل. لا مش اول مره، كثير صارت اضرابات عندما تم طلاء البرج بالوان مختلفه. بتعرف الفرنسيين بحبوا يتأفأفوا وينقنقوا يناقنقوا مثل ما بنقول دائما، انه لا هذا اللون ما بناسب، هذا اللون لا احسن. بعدين لما فتحوا المطعم، في 3 مطاعم طبعا على البرج، جيل فيرن وماكس تيغي ماركس كمان وغيره، في مطعم ثالث كله موجود، برضه دائما كانت في مشاكل انه ليش هذا البرج ينعمل مثلا مطعم عليه، ليش هذا البرج يعطل
أحد المصاعد عليه. دائما في تذمر من الشركة المشغلة البرج. على فكرة هي شركة عائلة فرنسية ورثت هذا العمل أو إدارة البرج وطبعا منذ سنين، ودائما في هذا النوع من المشاكل. ولكن المشكلة الأكبر سارة، خليني أحكي لك عن الجيران بهاي المنطقة. تخيلي أنت من جدة سارة، وتخيلي انه ساكنة قريب من التحلية، وكل مرة حدا بده يمرق سائح بهاي المنطقة يجي يسألك بالشارع التحلية من اي طريق، من وين الطريق. هون كتير ناس من حوالي برج إيفل يعانون من هذه المشكلة. كتير من السياح الذين يأتون إلى باريس يعانون، يطلبون أو يسألون دائما، خصوصا في الطرقات إن كانت في جهة شان دي مارس الجهة الأخرى من البرج. بس هذا ما بيخلي قيمة بيوتهم ومساكنهم أعلى؟ أكيد، بس برضو إذا واحد بيسأل مثلا 100 مرة باليوم الأشخاص الموجودين في هذا الحي، خصوصا في نهاية الأسبوع لما بيطلعوا يتمشوا، هاي برضو بيعانوا منها. وغير هيك إنه برج إيفل بنعرف إنه عانى كتير جوستاف إيفل عندما تم تشييد هذا البرج. وقام طبعا جوستاف إيفل الذي بنى كتير معالم تاريخية، ليس فقط برج إيفل، بونتي ماريا في بورتو في البرتغال، جسر إشبيليا في عاصمة الأندلس، ومعالم كبيرة. بعدين لما صارت القصة الكبيرة عند انتهاء الإكسبو باريس، كيف رح يصير، انه هل سيشال هذا البرج ام لا. دائما كان هناك قصص حول هذا البرج. لحد اخر قصة، اذا اخذنا الكاميرا هلا بنشوف كنا في العمق في زجاج، وهذا الزجاج وضع مؤخرا. انا بتذكر فترة من الفترات قدي التقطنا سيلفي تحت البرج، خصوصا انه المكان تقدر تشوف البرج من عمق اعمدة البرج، تشوف البرج خلفك، وكان مناظر رائعة. ولكن اليوم كما نشاهد في الصورة منع الدخول إلى هذه المنطقة. نشاهد سيارة الشرطة طبعا أو عربة الشرطة الموجودة، وحتى من يستطيع الدخول إلى هذه المنطقة يجب أن يحمل تذكرة. واليوم نعود إلى موضوع الإضراب. الإضراب يعني سبب، بنعرف كيف إنه في كتير ناس قبل هاي الإجازة ما يجوا على باريس بيكونوا أونلاين أو عبر مواقع خاصة بالبرج، ممكن يشتروا تيكت وبينتظروا هذا اليوم للوصول، ولكن للأسف مع هذا الإضراب تأثروا. انتهى الموضوع، لحد هلا ما بنعرف كيف رح تصير التعويضات سارة. أيوه صح طبعا، يعني على العموم يعني الناس اللي جايين عند البرج في دي اللحظة برضو حيوقفوا من بعيد وينتهزوا، خلاص وصلوا خليهم ياخذوا الصورة حتى لو من بعيد. يعني أيوه البرج هو أجمل من بعيد بتوقع أنا، يعني كل ما أبعدنا عنه كان بيكون أحلى، بيكون إلا إذا بحب الواحد يكون على 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 بالبرج حتى يشوف باريس من مناطق مختلفة. صح ليث، خلاص روح أنت الآن ارتاح وتدفع على الأقل، وبشكرك جدا على هذه المعلومات. نشرب شاي سخن هلا. يا ريت كلنا معاك هناك في باريس، بس ما في الحال. كان معنا من باريس زميلنا مراسل العربية ليث بزاري. ميسي عامل أزمة في الصين من أسابيع وتكلمنا عنها قبل، لكن اليوم حاول ميسي أنه يعمل بادرة تصالحية ويلطف الأجواء. القصة باختصار أنه كان في مباراة ودية المفروض فريقه إنتر ميامي يلعبها في هونغ كونغ. المباراة أتروج لها على أساس أنه ميسي حيلعب فيها، والمنظمين دافعين فلوس يعني، لكن ميسي ما لعب. وطبعا بدأت الانتقادات والغضب والمطالبات برد فلوس التذاكر وتصريحات رسمية كمان سواء في برازيل أو هونغ كونغ، لكن حجة النادي وميسي كانت أنه مصاب. الغضب أتفاقم لما الأسبوع اللي بعده كان في مباراة ودية تانية في اليابان ميسي لعب فيها. صحيفة جلوبال تايمز شبه الرسمية الصينية نشرت مقالة افتتاحي بتقول انه في ادلة انه تصرف ميسي دوافعه سياسية، وانه في قوة خارجية بتريد احراج هونغ كونغ. يعني بيلمح انه ميسي او احد ضد سياسات الصين او شيء، يعني صار شيء زي كده انه علشان كده ما لعب في هونغ كونغ لكن لعب في اليابان، يعني انه في دوافع سياسية. يعني تفاقم الموضوع هنا أكثر لما السلطات في بكين وهانغشو أعلنوا إلغاء مباراتين وديتين كانت مقررة على أرضها للمنتخب الأرجنتيني، يعني منتخب ميسي. واحدة كانت مع نيجيريا والثانية مع كوت ديفوار، وقال البيان الرسمي أنه أسباب الإلغاء معروفة للجميع. يعني فهمكم كفاية.
هنا ميسي طلع عاد بفيديو نشره على ويبو اللي هي هذه أشهر منصة اجتماعية صينية، تعرفوا في الصين عندهم منصاتهم اللي هي لوحدهم، طلع وبيستسمح وبيعتذر نوعا ما صراحة كده يعني كيف بتذلل للصينيين. هذه مقتطفات من مبرراته للي صار وإنكاره التام من الموضوع أسبابه سياسية. He leído y escuchado muchísimas cosas que se dijeron después de lo que pasó en el partido de Hong Kong, por eso he preferido hacer este video y dar la explicación que realmente es y no tener que leer cosas falsas. ¿Sabes? Siempre quiero jugar y quiero estar en todos los partidos. Escuché que no había querido jugar porque por temas políticos y muchas otras cosas que muy cercana, muy, muy linda con China, he hecho muchísimas cosas con China, tanto entrevistas como juegos, eventos y muchísimos partidos que me tocó ir, tanto con Barcelona, con la selección. Es tan simple como lo dije en la conferencia de prensa que hice, tenía una inflamación en el aductor y no podía porque ya lo había dicho, pero creía que era importante volver a repetirlo después de todo lo que se está hablando. Como siempre, mandarle un cariño muy grande. ما يكمل شهر على إعلان شركة ماسك نيورولينك نجاح زراعة أول شريحة في دماغ بشري واللي سماها شريحة تليباثي، لكن اليوم ماسك معلن كمان أخبار سارة وأسرع مما الناس تخيلت. بس للتذكير الشريحة هذه ماسك بيطمح يعني بزراعتها في أدمغ جميع البشر، وهي بتساعد على تطوير قدرات الدماغ والتفكير كمان، وبتخلينا نتحكم بحواسيب أجهزة تليفونات عن طريق التفكير، وكمان بتساعد الناس المشلولين أو المرضى بأمراض مستعصية أو المكفوفين من التواصل مع الناس. وكخطوة بدائية أو هدف أولي بدأوا تجاربهم على ناس مريضة ومشلولة، وماسك كان أعلن عن نجاح أول تجربة لزراعتها بدماغ شخص مشلول نهاية الشهر الماضي، لكن أمس وفي سبيس على إكس أعلن ماسك عن بشائر مذهلة في التجربة. Yeah, progress is good. Patient seems to have made a full recovery with no ill effects that we're aware of. And is able to control the mouse, move the mouse around the screen just by thinking. So we're trying to get as many button presses as possible from thinking. So that's what we're currently working on is, can you get left mouse, right mouse, like mouse down, mouse up, left button down, left button up, which is like kind of needed. Like if you want to like click and drag something, you need the sort of mouse down and to hold on mouse down. And then there's, we want to have obviously more than just two buttons. So we're trying to make progress on that front, but overall it's looking. مثل ما سمعتوا ماسك حكى أنه أول إنسان واللي هو مشلول وتمت زراعة الشريحة في دماغه وتعافى من مشاكل عصبية كانت عنده وقدر يتحكم بماوس كمبيوتر بأفكاره. يعني ما شاء الله خبر ممتاز صراحة، وسعيد اليوم اللي بنقول لكم بشرة سارة عن التكنولوجيا، ولازم نشكر ماسك عليها هذه. يعني مؤخرا كل الأخبار عن التكنولوجيا واللي كلها يعني قلق AI مخاوف جدل كل هذه الأشياء، حتى الشريحة هذه يعني صراحة عشان نكون كمان صريحين يعني عليها علامات استفهام ترى، بس على الأقل يعني اليوم الخبر مفرح مبشر بالخير. انتشر أمس فيديو في العراق بتوثق فيه كاميرا مراقبة خناقة بين مسافرين وموظفين شركة طيران.
الفيديو يعني مثل ما شفتوا ما بيظهر شعار شركة بعينها، بس واضح من شكل المكاتب والشنط الموجودة أنها خطوط طيران. المقطع جاب ملايين المشاهدات، والقصة المتداولة قالت أنه بيوثق تعدي مسافرين على موظفين الخطوط الجوية العراقية بسبب تأخر رحلتهم. وطبعا الأنظار توجهت للخطوط عشان توضح اللي صاير، خاصة وأنه يعني مو أي شركة طيران، هذه الناقل الرسمي للدولة يعني. عموما صدر بيان من الشركة خلال ساعات أكد أن الفيديو اللي حاولوا متداولي ينسبوه لأحد مكاتب الخطوط العراقية الشركة ما لها علاقة فيه. لهنا نفي ومفهوم وتمام، لكن اللافت في البيان كان كده شوية نظرية مؤامرة يعني لمحت لها الشركة، اللي قالت أن الترويج للفيديو خلفه بيقف متضررين من حملات الإصلاح والتعافي اللي بيشهدها الناقل الوطني. للآن ما اتضحت التفاصيل الثانية، الأكيد أن الفيديو جديد ومن أمس، لأنه كاميرا المراقبة موثقة التاريخ مثل ما هو واضح أمامكم. بس إذا مو الخطوط العراقية عفوا، في أي خطوط؟ وهل هو في العراق أصلا أو لا؟ في ناس على السوشيال ميديا قالوا أنه هذه شركة حجوزات خاصة يمكن، بس ما في شيء مؤكد حتى الآن. موضوع استخدام التليفونات في المدارس مر بمراحل كثيرة يعني حول العالم حقيقة. يعني في الأول كان ممنوع في كل مكان، لكن مع الوقت صارت يعني في مدارس بتسمح بوجوده في الاستراحات في البريك كذا يعني. بريطانيا اليوم مشغولة بهذا الموضوع، فالحكومة من 3 سنين دعت المدارس لحظر استخدام التليفونات فيها. أمس أصدرت توجيه مثل مقترح يعني للمدارس بتوصف فيه أنه يمنع أخذ التليفونات للمدرسة تماما، من باب أنه هذا أفضل للطلاب وتركيزهم منع التنمر وأسباب أخرى كثيرة. توصية الحكومة اقترحت أكثر من قانون على المدارس أن تفعلهم، قالت لهم أنه أعطوا المسؤولين والمعلمين الحق في تفتيش شنط الطلاب، وإذا مسكوا تليفون ممكن تعاقبوا صاحبه وتصادروه. ممكن كمان تمنعوا السماعات والتليفونات وتطلبوا تسليمها على المدخل واستلامها والطلاب طالعين. توجيه الحكومة البريطانية هذا شارك فيه رئيس الوزراء شخصيا وبطريقة صراحة كرياتيف. One of the biggest issues children and teachers grapple with every day is the impact of. Oh, see how frustrating that is. Almost 1/3 of secondary school pupils said their lessons were disrupted by phones. We know that they're a distraction in the classroom and cause bullying in schools. Many schools have already banned them, which has led to a safer and better learning environment for their students. Now, we're publishing new guidance so other schools have the support they need to do the same. We're making sure our children receive the education that they deserve. منع التليفونات في مدارس بريطانيا للآن بمرحلة التوصيات والتوجيه الحكومي، لكن في ناس بتقول إنه ممكن مع الوقت يتحول لتشريع رسمي وملزم لكل المدارس. عموما هذا النقاش ترى على فكرة ما بيقتصر على بريطانيا بس، لا، موضوع استخدام التليفونات في المدارس بيخص كل طلاب العالم وأهاليهم. فإحنا قلنا نسأل مجموعة من الطلاب رأيهم وأدي آرائهم. أنا بصراحة بحكي إنه هو يعني إشي غبي كتير، يعني بدنا نخليهم معانا أحسن، عشان إنه إذا بدنا نحكي مع أمهاتنا أو حدا هم يعرفوا وينا. هو قرارنا مش حلو، عشان إحنا عندنا أصلاً في المدرسة اللي إحنا بناخد التليفونات، عشان لما بنيجي ناخد دروس بنسجل الحصص، يعني بنشغل التسجيل، ولما بنروح لو في حاجة فايتانا بنسمعها، لو ساعات بندخل على جوجل نستفاد منه، ساعات بنجيب دروس من على اليوتيوب. بس ياخذوا مني التليفون؟ لا، أنا شايف في المدرسة يعني مثلا ما انا محتاجه، مثلا في المدارس بضطر اصور اللوح بيكون على اخر الحصه. انا ايدهم عشان ان الطالب يركز بدراسته عشان ما يتشتت بسؤال ابوه. انا ما ايدهم، لان مثلا اذا كان صاير له شيء او يحتاج امه وابوه يدق على امه، او يعني يحتاج اشياء كذي مثلا يدق عليهم او شيء. والله رأيي يعني بزبطش أستاذ ياخد تليفون من طالب، عشان افرض مثلا بده يطلب تاكسي بعد المدرسة، يطلب
سيارة، أي إشي رن على أهله، والله أنا هون تاخدوني ما تاخدوني. أنا باخد تلفون معايا اللي هو ما فيهوش كاميرا المدرسة، عشان المدرس ولا الميس بياخدوه مننا، عشان لما بروح البيت ماما بتطمن عليا بالتلفون بي. ما يصير تاخد التلفون معاك في المدرسة، يشتت تنبيهك وما يخليك تركز بالحصة. لما بقى مروحة لوحدي ماما بتكلمني، ما ينفعش حد ياخد موبايلات في المدرسة. مع غرار اللي هو ممنوع التلفونات وقت الحصص، وضد القرار بالفرص. أنا ضد القرار، ما بحب أعطي حدا تلفوني. اللي يسمعهم كلهم وهم جالسين بيقولوا نحتاج الجوالات نكلم أهالينا، يقولوا يا عيني يا عيني على دول الأولاد اللي ما بيفارقوا أهاليهم وطول الوقت على الخط مع أهاليهم. يعني بصراحة كده يعني أتأثرت نفسيا فيهم، نفسي أسمع رأي الأهالي لما يسمعوا الكلام هذا، تلاقيهم هم يرنوا والأولاد ما يردوا. عموما هذا رأي بعض الطلاب. أما أنتم مشاهدين فسألناكم سواء كنت طلاب أو أولياء أمور أو غيره، إذا أنتم أو مع أو ضد قرار مثل هذا. الأغلبية الكاسحة 79% قالوا نعم بأيدوا القرار، أما الباقي 21% بس اللي ضد يبدو أنه الأهالي والمدرسين هم اللي دخلوا صوتوا. مشاهدينا في أمان الله.